مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك قلبي. يا سلام شو بنتمنى بحياتك تتهنى هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا شو حلوة دنيتنا تشجع البلدان التونسة باش يحققوا معناها يحققوا انجازات كما شفنا اليوم مع جمعية جمال. دونك احنا معناها حابين نعملوا كما قلت لك راهو هذه رسالة اللي قام تحقيقه الحق انجاز كبير ياسر وانجاز التونسة كل ياسر التونسة ما عرفوش وحابين زاد نعرفوا به هذا الهدف راهو من الحفل التكريمي اليوم وخاصة التعريف اللي عندنا وليدات اللي وقت اللي نحبوا معناها نجموا الانجازات نجموا نعملوها ونجموا نحققوها والحق معناها هذا سيث يشوش الصدر وتعرفوا اللي الايامات هذه تحل جرايد تحل تلفزه في مكان الاخبار اللي فهم الاخبار التاخيره وهذه امور اخبار مش بتاتا مش مفرحه ياسر ولكن نشوفوا كيما هيك ونشوفوا وليداتنا يعطينا نفس جديد يعطينا فرحه يعطينا يعني امل للمستقبل. الدوره هذه كانت مناسبه لاولادنا انهم يشوفوا
يشاركوا في دورات عالمية، يعملوا خلطة مع العالم الكل، يشوفوا شو قيمة النجاح. هذاك اللي نبنيوا عليه اليوم، نشكروا بلدية تيليكوم، نشكروا جمعية المدنية اللي عاودت بلاد هذه بالصراع، نوع من النجاح. احنا في جمال نخدموا 6 من الناس، مش واحد برك. في كل مدرسة فما انسيون هو اللي لاهي بالجروب بتاعه، ونعملوا سيليكسيون من المدارس هذوكم باش يمثلوا جمال. والتطوع شاركنا فيه سير انفيتاسيون مش بالترشح، انا هما استدعونا باش نرشحنا. احنا جمعية، خدمتنا الجمعية المدنية هي همها الأول هي التربية. احنا مركزين برشا على التربية، كيفاش نشجعوا الوليدات والبنيات باش نعطيهم فكرة اللي احنا ما عندنا شيء آخر إلا التربية والعلم، لا عندنا لا غاز لا نفط، وبلادنا احنا ما تكونت إلا برجالها ونساها بفضل العلم والتربية. فالجمعية عندها برشا برامج في النطاق هذا. مثلا احنا كل يوم نهزوا 6000 بنية وليد في نطاق الجمهورية، نوصلهم مدارسهم ونرجعهم. في الجهات الريفية اللي كان مش احنا ما يمشيوش المدارس خاطر اقرب مكتب يبعد عليهم بالخمسة وبالعشرة كيلومترات،